المعطيات دكتور بدر، إلى مدى تشير بشأن خلفيات هذا الحادث وأسبابه؟ أولا أسعد الله مساءكم وكل الشكر لكم على هذا الاهتمام أهلا بهذه القضية التي هي بالتالي هي قضية عربية، لأن الألم العربي هو ألم واحد. عندما نتكلم عن هذه القضية نجد أن هناك ثبت بالوجه الشرعي حتى وقبل أن ننتظر نتائج الحكم القضائي، مع كل الاحترام والتقدير للنيابة العامة وهي تقوم بعملها الآن، أن هناك تقصير كبير جدا حدث في المستشفى من ناحية إدارة المستشفى بشكل عام وبشكل خاص فيما يخص قضايا الأكسجين والمسؤولين عن تزويد الأكسجين في المستشفى نفسه في مستشفى الصدر. ما جرى من يوم أمس إلى اليوم أيضا يعبر بالجانب الآخر عن حيوية النظام والإدارة في الأردن، أن هناك محاسبة وأن هناك مكاشفة وأن هناك حقيقة عندما يتعلق الأمر بحياة الناس لابد من اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من قبول استقالة معالي وزير الصحة، والنيابة العامة قامت بدورها يوم أمس بتوجيه التهم حقيقة إلى الأشخاص المعنيين مباشرة في هذا الموضوع. دكتور، مثل هذه الحادثة وما انطوت عليه كما أشرت من تقصير أو إهمال، كيف تؤثر على الأمن الاجتماعي في ضوء حالة الإغلاق والوضع الوبائي الذي يعيشه الأردن؟ يعني عندما نتكلم عن مثل هذه الحوادث بالتأكيد هي يعني تفقد الثقة ما بين المواطن وبين الحكومة، هذا أولا وهذا هو الأخطر. يعني احنا عندما نتكلم عن الإدارة العامة للدولة والمواطن يجب أن تبنى على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. في ظل هذا الوضع وظل هذه الجائحة حقيقة يعني أصاب الأردن غيمة من الشكوك منذ يوم أمس إلى اليوم، أن هناك جهات وهناك أفراد أحيانا لا يقوموا بعملهم وبالواجب الذي أوكل إليهم على أكمل وجه. فلذلك هناك صراحة شكوك في الشارع الأردني أن على الإدارة الأردنية أن تتصرف بسرعة وعليها أن تكون استجابتها على قدر حقيقة الألم وقدر حجم الجائحة والمرض والفيروس الذي يصيب المملكة ويصيب العالم بشكل خاص. طيب دكتور، خلال هذه الأثناء وفي اجتماع المجلس مجلس النواب الأردني، أشار وزير الصحة المكلف لعدة إجراءات لمعالجة مثل هذه المشكلات مستقبلا، هل هي كافية برأيك؟ هل تعالج الوضع والمشكلة من أساسها؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الإجراءات هي إجراءات لابد منها ولابد من الوزير المكلف أن يتكلم في ذلك. ما جرى من نقص الأكسجين هو ليس بسبب عدم وجود الأكسجين في الأردن، الأكسجين جاهز والأكسجين موجود وممكن لشركات التزويد أن تقوم بتزويد كافة المستشفيات، لكن هو تقصير فردي. لكن هل تعلمنا من هذه الحادثة؟ نعم. هل يمكن أن حقيقة أن يجري ما جرى مرة أخرى؟ أنا حقيقة إذا ما جرى مرة أخرى هذه في إشكالية كبيرة جدا بإدارة الدولة. فلذلك أنا أعتقد أن هناك أنظمة إدارية، أنظمة صحية، أنظمة فنية، يجب الاحتياطات اللازمة من أجل أن تبقى سارية المفعول، ويجب أن تبقى دائما حاضرة في التجاوب والاستجابة لمثل هذه الأوضاع ومثل هذه الكوارث الصحية التي تحدث هنا أو هناك. شكرا جزيلا لك دكتور بدر ماضي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا من عمان عبر شاشة الغد.